بالنسبة كمان لبعض التيارات الدينية برضو تم محاولة إرهابك. طبعا طبعا. بس بعد كده سلمتي عليهم، يعني في المجلس بتسلمي على أعضاء حزب النور، لما بيسلموا عليا برد السلام. بيجوا يسلموا عليكي. طب بيجوا يسلموا عليكي ليه؟ ما تفهميش، انا رأيت تسأليهم. ليه يعني بتسلموا على فريدة شباش؟ ما اعرفش انا، مش اصل هو لما حتى بيلومني، لما بيشتموني شتايم بتاعت حواري، يعني يا كذا يا كذا يا عاهرة يا كل الكلام الفاضي اللي انت عارفاه ده اللي بيقولوه، ما حدش فيهم بيقول لي انت غلطانة قلتي كذا وهو الحقيقة كذا مثلا، يعني انت عارفة عشان كده مفيش مناقشة موضوعية. لا 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 مفيش شتايم. طب اوكي اشتموا، يعني ايه لما تشتموني يعني ودي محاولة إرهاب. لا في كمان إرهاب. يعني انت ناسية، ما اعرفش كنت تعرفي ايام حازم ابو اسماعيل. ايوه طبعا حطوا طبعا صورتي على ان انا من مطلوب قتلهم، ده كان محاصرنا هنا على البوابه. ايوه بس في المظاهرات كانوا حاطين صورتي عشان اتقتل. بس انا مؤمنه بان انا يعني اولا يعني انا ربنا نجاني من سرطان وربنا نجاني من كورونا، يبقى اذا يبقى بتزداد ثقتي في ان اللي ربنا كاتبه لي هو اللي هايل، وسني دلوقتي فوق ال 80، فيبقى افرضي مت دلوقتي وانا بكلمك ايه اللي هيحصل؟ لا مثلا يعني ايه؟ ما خلاص انا عشت كويس يعني الحمد لله، فما بهتمش بكلامهم لان كلامهم كله حقد وغل والحقيقه انحدار وابتذال، فخلاص بقى يعني ما كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. لا لا بس في ناس كتير بحترمها وبحبها فبيقولوا لي انت بنحبك وبنحترمك، يعني انا كتير بشوف ناس يقولوا لي احنا بنحب كلامك بنحب نسمعك بنحس انك بتتكلمي كانك بتتكلمي باسمنا، فدي بقى قد الدنيا دي. بمناسبه الراي والراي الاخر، في راي اخر هيقول لك انه يعني المشاهد دي ضد اخلاقيات المجتمع وضد ثوابت المجتمع ويعني يشوه صوره فئات موجوده في المجتمع وبيبوظ تقاليد الاسره المصريه وممكن تبوظ جيل كامل، على اساس ان كل الناس اللي في مصر بلهاء عندهم تخلف عقلي وناس عايشين في نظرية المؤامرة وان احنا مستهدفين بالطريقة دي من خلال هذه الشبكة العالمية بتبثلنا افلام عايزة يعني تبوظ لنا اخلاقنا، يعني وده جزء من حروب الجيل الخامس. يعني ده كلام ما يخشش مخ حد، يعني انت اللي واصي عليا، انت اللي بتحافظ، يعني طب ما بتتكلمش ليه على الناس اللي كانوا عايشين في العشوائيات عيشة بؤس لولا بعد ثورة يونيو اللي ربنا كرمهم بقيادة طلعتهم؟ ليه ما اتكلمتش على الراجل اللي بيقتل أي حد، اللي بيجي مثلا اللي بياخدوا مخدرات، اللي يعني في كتير حاجات الحقيقة سلبيات الحمد لله احنا بنتعافى منها، بنتعافى بس مش بالإرهاب، بالإقناع وبالمعاملة الحسنة، يعني المعاملة الطيبة والجيدة واللي تخليكي تاخدي كل الناس في حضنك.